نواصل في عملية الجلايكوليسيس، نبدأ بعملية بريجوليشن لكل الباثوي. طبعا الريجوليشن يتم دائما عبر الإنزيمز، واحنا عارفين يعني لما أخذنا الإنزيمز إن الإنزيمات تعمل ريجوليشن للرياكشن، إما بأنه انهبتد للإنزيم وبالتالي يتوقف الرياكشن، أو اكتيفيشن للإنزيم وبالتالي انكريز للريت أوف رياكشن. في الجلايكوليسيس عندنا التفاعل الأول اللي بعد دخول الجلوكوز إلى الخلية ويتحول الجلوكوز إلى الجلوكوز 6 فوسفيت. الموجود هنا الإنزيمات اللي بتشتغل هنا either one of two enzymes، إما الهيكسوكينيز أو الجلوكوكينيز، they are iso enzyme for each other، يشتغلون نفس العمل لكن يختلف المكان أو الوسط أو الخلية. إذا كان الهيكسوكينيز is regulated directly بواسطة الـ immediate product، يعني الناتج المباشر لهذا التفاعل اللي هو الجلوكوز 6 فوسفيت يعمل inhibition لمن؟ للهيكسوكينيز. نجي في حالة إن الجلوكوكينيز هو الإنزيم اللي حيحول الجلوكوز إلى الجلوكوز 6 فوسفيت، وبعدين الجلوكوز 6 فوسفيت بالفركتو فوسفوكينيز 1 حيتحول إلى الفركتوز 6 فوسفيت. هنا الريجوليشن حيكون indirectly عبر البرودكت الثاني. البرودكت الثاني في حالة إنه زاد حيحصل translocation for الجلوكوكينيز in high concentration للفركتوز 6 فوسفيت، وحينتقل الجلوكوكينيز من السيتوسول إلى الميتوكوندريا، حيرتبط تايتلي بالجلوكوكينيز ريجوليتوري بروتين. في حالة ارتفاع الجلوكوز لازم إن العملية تتواصل، حيحصل إن الجلوكوكينيز will release الجلوكوكينيز released من الجلوكوكينيز ريجوليتوري بروتين ويرجع للسيتوسول وتتواصل العملية. في داخل الـ RBCs كمان في شيء آخر معانا، الفوسفينول بايروفيت بيتحول إلى البايروفيت. في الـ RBCs لو نقص إنزيم البايروفيت كينيز أو حصل له أي خلل نتيجة لميوتيشن، أدى الميوتيشن إلى altered in the enzyme kinetics أو altered في الـ response to activator، يعني الاستجابة بالنسبة للإنزيم للأكتيفيتور ما تكونش الاستجابة الكاملة، أو decrease the amount of enzyme أو يكون in an unstable enzyme. في هذه الحالة ما يتكونش أو stop formation for pyruvate، يحصل الـ disorders للـ glycolysis as a whole ويحصل الـ hemolytic anemia. هذا طبعا في الـ RBCs. إذا بالنسبة للـ regulation كانت عبر الإنزيمات الثلاثة اللي هي الـ irreversible المسؤولة عن irreversible reactions. معروف إنه دائما الـ regulation يكون عبر الـ irreversible reaction، ما يكونش عبر التفاعلات العكسية. التفاعلات العكسية يحكمها نقص أو زيادة الـ product أو الـ substrate. طبعا بالنسبة للميكانيزم تعتمد على إنه الإنزيم زي ما قلنا ممكن يحصل له inhibition by allosteric سايت عن طريق الريجوليتوري مولكيولز او الكوفالنت موديفيكيشن، هذا في حالة الاميديت او الرابيد او التيرم ميكانيزم فور ريجوليشن اوف انزيم. السلو او اللونج تيرم يكون بالاندكشن او الريبريشن اللي يكون عن طريق الجين انكودد فور ذيس انزيم. اذا عرفنا هنا في حالة الايرويك جلايكوليسيس اللي هو الناتج النهائي للـ ETB بيكون 6 أو 8، تعتمد على نوع الشتل اللي وصلت فيها النادي H بلس H من السيتوسول، أو أعطت الهيدروجين الـ 2 هيدروجين للكوإنزيم اللي في الميتوكوندريا عبر أي شتل. في الـ anaerobic اللي هي لما يتحول اللاكتيت قلنا إن الناتج بيكون 2 فقط، لكن في الـ RBCs احنا عرفنا انه بيكون النت ATP 0 وعرفنا ايش السبب. الـ glycolysis اذا هذه هي المين او الميجر اوكسيداتيف باث واي تحصل في كل التيشو. طبعا هي tightly regulated as we said before. الفوسفوفركتوكينيز 1 الموجود في التفاعل الثاني يعتبر الريت ليميتنج انزيم، لان احنا قلنا مرتبط بعمليه الريجوليشن للجلوكوكينيز عبر من اللي هو ريجوليتوري بروتين الموجود في النيوكليوس.
وتعتبر الكتل المين كتابوليك باثوي لإنتاج الـ ATP. البايروفيت كينيز شفنا في الـ RBCs لما ينقص بيسبب الهيموليتيك أنيميا، وطبعا عملنا الحسابات كاملة، تعتمد الحسابات على نوع الخلية وعلى هل الناد استخدم، يعني هل البايروفيت تكون ولا اللاكتيت، وعلى إذا كان في الـ RBCs، لأنه في الـ RBCs في احتمالين، إما يتكون 2 ATP والـ RBCs معتمدة كليا على الجلايكوليسيس للـ ATP لأنها ما بشنت ميتوكوندريا، لكن في حالة إنه كانت الشنت اللي يعني الموجودة اللي هي الفوس اللي هي الـ 2 3 باي فوسفوجلايسريت شنت موجودة علشان يتكون الـ 2 3 باي فوسفوجلايسريت، فهنا حيكون النت انرجي زيرو، لكن المركب المتكون يساعد في عملية الأكسجينيشن فور الأذر تيشو لأنه يعمل ديسوسيشن أسهل، إيزير ديسوسيشن بتقليل الأفينيتي ما بين الهيموغلوبين وما بين الأكسجين. إذا نكون هنا وصلنا إلى نهاية الجلايكوليسيس، هنبدأ طبعا إن شاء الله في الكريب سايكل.